السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنسلط من خلالها الضوء على تقرير منظمه سام الخاص بضحايا الاغتيالات في عدن. إذن مشاهدينا، أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات أنها رصدت 103 حالات اغتيال حدثت جميعها في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة بين 2015 و2018. وكشفت سام في تقريرها الذي عنونته بالقاتل الخفي أن أولى عمليات الاغتيال حدثت بعد 43 يوما فقط من استعادة مدينة عدن من يد ميليشيا الحوثي. وشملت قائمة ضحايا الاغتيالات رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين، فيما كانت وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن استئجار الإمارات مرتزقة أجانب لتنفيذ عدد من عمليات الاغتيال. وبحسب تقرير سام، فإن العدد الأكبر من الضحايا هم رجال الأمن بعدد 42 شخصا، تليهم شريحة الخطباء والأئمة بعدد 23 شخصا. الحكومة اليمنية من جانبها لا تزال تلتزم صمت إزاء هذه الجرائم ولم تفتح تحقيقا بشأنها. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أعلن رسميا عن مسؤولية الحكومة الشرعية عن الأمن في مناطق الشرعية، ما اعتبره البعض تغطية على جرائم الإمارات في اليمن وتجاهلا لمعاناة أهالي الضحايا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش اليوم هذا الموضوع من زاويتين: من يتحمل مسؤولية الأمن فعلا في عدن، وما الذي ينبغي فعله على المستوى المحلي والدولي لإيقاف مسلسل الاغتيالات. مشاهدينا، نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. رجال أمن، عسكريون، خطباء، قيادات مقاومة، قضاة ونشطاء، الجميع في مربى البندقية. وفق تعبير منظمة سام للحقوق والحريات التي أصدرت تقريرا حقوقيا خاصا بالاغتيالات بعدن تحت عنوان القاتل الخفي، بدأت الاغتيالات في عدن بعد 43 يوما من تحريرها. وقد رصد التقرير حالات الاغتيال منذ أغسطس 2015 وحتى أكتوبر 2018، مقررا وجود خطة ممنهجة ومعدة مسبقا تحت غطاء خلايا ميليشيا الحوثي وصالح، وهي الخطة التي قتلت 14 شخصا في يناير 2016 لوحده. وثق تقرير سام اغتيال 103 شخصيات، كان العدد الأكبر منهم رجال الأمن، تم اغتيال 42 منهم في خطوة فسرت بتوجه لإضعاف أجهزة الأمن وإخلاء رجال المقاومة منها، حيث سجل التقرير استهداف عدد من قيادات المقاومة في الوقت الذي لم تستثني فيه بندقية الاغتيالات العسكريين الموالين للشرعية، فقد ذهب 18 عسكري ضحية نار العبث الممنهج. أئمة وخطباء المساجد كانوا هدفاً رئيسياً في خطة الاغتيالات التي قتلت بحسب التقرير 23 خطيباً وإماماً ينتمون للتيار السلفي وحزب الإصلاح، وسجلت أول عملية باغتيال الخطيب علي الجيلاني في يناير 2016. وفق التقرير، فإن أغلب الاغتيالات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، ما أثار الكثير من الشكوك حول القاتل الخفي. لكن التقرير الحقوقي وصل في استنتاجاته إلى وجود أياد داخلية وخارجية رعت خطة اغتيالات استهدفت أطرافا محددة بعناية، نفذها قاتل لم يعد فيما يبدو خفيا، أو على الأقل من يقف خلفه. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من كوالالمبور القيادي السابق في المقاومة الشعبية عادل الحسني، وأيضا أرحب بضيفنا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات التي جهزت هذا التقرير، سيكون معنا من فيينا. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد عادل، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد عادل. يعني برأيك، لماذا الاغتيالات في عدن، ولماذا بالتحديد رجال الأمن والدعاة والخطباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصبح واضح للعيان الإمارات عندها مشروع في جنوب اليمن، نعم، وهذا المشروع أصبح يعني احتلال مكتمل الأركان، نعم، وهذا المشروع كل من سيقف أمامه أو سيعارضه أو سينتقده سيكون في مرمى منطقية الإمارات دون هوادث أو رحمة، أو على الأقل سيكون مصيره الاعتقال أو الإخفاء أو الإخراج خارج البلاد.
هكذا الإماراتيون يصرحون بصريح العبارة، وهم اليوم السلطة المسيطرة المتنفذة على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، فهم يعني الحاكم المتسلط على الأرض، وهم أصحاب مشروع. وكما تحدثت سابقا أن الأخوة السعوديين يعني بيّنوا لنا معالم هذا المشروع يعني مبكرا، أن الإماراتيين عندهم مشروع في جنوب اليمن، وعندهم يعني مشروع اغتيال لكل من سيعارضهم، وعلى رأس هذه الجماعات هي جماعة الإخوان المسلمين، الخصم التاريخي للإمارات. ومن يتابع أبواق الإمارات وأعلاميها المحليين والخارجيين يعني في التحريض على قتل الإخوان المسلمين وعلى الدعاء واضح. نعم، لكن في مسألة هذا المشروع سيد عادل، يعني هل أنت تحدثت هنا عن المملكة العربية السعودية، هل توافق المملكة على مشروع كهذا في جنوب اليمن؟ لا، المملكة لا توافق ولا تدعم هذه الميليشيات التي كونتها الإمارات في جنوب اليمن، متمثلة في النخبة الحضرمية، النخبة الشبوانية، الحزام الأمني، كل هذه العلاقات. لكن النفوذ يتوسع والمملكة لا دور لديها أمام هذا التوسع وهذا الفعل. هذا السؤال يعني الذي هو اللغز المحير الذي لا نستطيع نعم. الجواب. طيب سأعود إليك وأكمل معك من ذات هذه النقطة، يعني سأذهب لضيفي الآخر من فيينا المحامي توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد توفيق، يعني حدثنا عن منهجيتكم التي أعددتموها لإعداد هذا التقرير. منهجيتنا قامت على عدة مراحل. المرحلة الأولى كانت عملية رصد للانتهاء لعملية الاغتيال التي بدأت كما بينا في التقرير بعيد استعادة مدينة عدن من ميليشية الحوثي ببضعة وثلاثين يوما حتى عام 2018. ثم بعد ذلك قمنا بعملية تحليل لعملية الرصد يعني تحليل وفرز، فوجدنا أن عدد من تم اغتيالهم كان الفئة الأمنية بالدرجة الأولى أتت بنسبة 45%، وهؤلاء توزعوا ما بين رجال الأمن في المنافذ سواء المنافذ البحرية أو المطارات أو رجال البحث الجنائي أو رجال الأمن السياسي. وطبعا كانت لأسباب متعددة، ربما من أجل إحكام السيطرة على هذه المنافذ، ويأتي في إطار عملية صراع من أجل الاستحواذ على مفاصل الدولة الأمنية، خاصة الإدارات المتعلقة بالمعلومات وعملية ومكافحة الإرهاب. ثم أتى بعد ذلك الخطباء بنسبة 25% من عملية الاغتيال، وطبعا لأسباب معروفة، خاصة وأن هؤلاء الخطباء أصبح لهم حضور اجتماعي ودعوي ونفوذ داخل المجتمع العدني، خاصة وأنهم كانوا نستطيع أن نقول اللافتة التعبوية عيدان المقاومة، قاموا بتثبيت أبناء عدن وتحريضهم وتشجيعهم من أجل مقاومة جماعة الحوثي. ثم أتى بعد ذلك فئة العسكريين وفئة المقاومة بنسب أقل من ذلك، ثم بعد ذلك فئات متعددة ما بينهم القضاء، والذي ربط فئات القضاء بالدرجة الأولى أنهم جميعهم ينتمون للمحكمة والنيابة الجزائية التي يعني تنظر في ملف مكافحة الإرهاب. وكانت هنالك بعض القضايا متعلقة بما يتعلق بالخلاف الفكري، ورفضنا بعض الحالات في هذا الجانب. نعم، ابقى معي سيد توفيق. أعود لضيفي القيادي السابق في المقاومة الشعبية سيد عادل الحسني. سيد عادل، بالنسبة لما وصفته يعني قبل قليل أن هناك احتلال منظم في المحافظات الجنوبية، هذا الوصف عادة يعني ما نلاقيه من قيادات في المقاومة، من نشطاء، من صحفيين، لكن الحكومة الشرعية وهي السلطة الشرعية الفعلية في اليمن يعني لا تصف هذا الوصف الذي يصرفه الكثير. الرئيس الشرعي في البلاد ممنوع من دخول عدن. الرئيس الشرعي في آخر زيارة له في عدن
لم يدخل أعلن إلا باستئذان من محمد بن زايد، ذهب إلى أبو ظبي وأذن لهم محمد بن زايد بالبقاء في عدن لمدة 15 يوم فقط. عندما وصل الرئيس إلى عدن، وأنا أتكلم من مصدر من داخل الرئاسة، عندما وصل الرئيس إلى عدن رفض الخروج من عدن، فبدأ التهديد أنهم سيطلقون الطائرات المسيرة على قصر المعاشيق، فضغط السعوديين على الرئيس وقادر عدن. أولي محتلين احتلال مكتمل الأركان، الضباط الإماراتيين مسيطرين على ميناء عدن، على الميناء عدن، على ميناء المكلا، على ميناء المخا، على ميناء الضبة، على المصفاه النفطية في بالحاف. لا يستطيع أن ينكر هذا. لكن طالما هذا الالتفاف الشعبي الكبير الذي نشاهده حول الشرعية، وبالمقابل نجد الشرعية يعني ضعيفة في الحفاظ على حقها في مشروعية يعني السيادة على هذا البلد. نعم، هم أمام مسؤولية تاريخية كبيرة جدا، يعني أمام يعني البلد اليوم يستباح أمام مرأة ومسمع العالم كله، أمام سجون سرية، أمام انتهاكات لأعراض لبيوت، أمام سيطرة على منافذ البلاد، على خيرات البلاد، على سيادة البلاد، على كرامة البلاد. يعني الشرعية حقيقة في موقف تاريخي، يعني لن يرحم التاريخ كل من يقف يعني ساكت عن هذا الأمور الحاصلة في البلاد. نعم، طيب ابقى معي سيد عادل. أعود إليك سيد توفيق، بالنسبة لإعدادكم لهذا التقرير، يعني ما هي التحديات التي واجهتمونها في الميدان أثناء التوثيق لجرائم الاغتيالات؟ أهم التحديات هي الخوف، وذكرناه في التقرير، كان خوف مرعب بالنسبة للأهالي وللشهود على حد سواء. نحن تواصلنا مع كثير من أقرباء الضحايا، وكثير منهم لم يتجاوب معنا، والبعض الآخر كانت كلماته مركزة ومحدودة، أنه لا فائدة من هذا الرصد، لا فائدة من التوثيق، وأنهم قد صوبوا الله سبحانه وتعالى للقصاص يوم القيامة. هذه كانت أهم التحدي، إضافة إلى عدم تعاون أيضا الجهات الأمنية. نحن وجهنا أكثر رسالة لبعض رجال الأمن، ولكن للأسف الشديد لم نجد جوابا على وجه التحديد. بمعنى الراصدين أيضا كانوا يعني ينتابهم كثير من الخوف، كثير من الرعب، يتحدثون إلينا: أنتم لا تعرفون البيئة الأمنية التي نعيشها في محافظة عدن، نحن نخرج في الصباح وربما ندرك أننا لن نعود في المساء، بمعنى أنها تحولت مدينة عدن بفعل هذا كما سمينا القاتل الخفي إلى بيئة مرعبة، لا تدري متى سيأتيك الموت، في النهار أو في الليل، وأنت ذاهب إلى المسجد أو خارج من المسجد، خارج من بيتك أو ذاهب إلى المدرسة. وكما بينا في التقرير بأن تقريبا كافة نخب المجتمع العدني استهدفتها هذه الرصاصات الغادرة، وحاولنا في التقرير أن نعمل عملية ربط ونجمع خيوط هذه العملية بالاستناد إلى التقرير أو الموقع الأمريكي بالزفت بشأن الاتفاق الذي جرى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة المرتزقة الأمريكيين بواسطة دحلان، وأيضا استندنا لشهادة الأخ عادل الحسني في على قناة الجزيرة على وجه التحديد، والذي يعني أفاد بأنه طلب منه أن يقوم بتصفية أحمد العيسي العامل في مكتب رئاسة الجمهورية، بحيث نحاول أن نقرب الصورة أكبر للقارئ ونجمع ونصل إلى نتيجة، وإن كانت ليست نهاية 100% لكن تقربنا أكثر من لغز هذه الجريمة. نعم، لكن سيد توفيق، يعني السلطات الشرعية هي متواجدة فعلا في العاصمة المؤقتة عدن، يعني ما موقع هذه السلطات من تقريركم؟ أخي، نحن اليوم نتمسك بالسلطة الشرعية لأنها آخر الأوراق، ليس إلا، أما حقيقة على أرض الواقع لا توجد سلطة شرعية. السلطة الشرعية اليوم منقسمة بين قسمين، يعني أو بمعنى أصح بحيث لا نفصل أكثر، اليوم سلطة بدون أي مخالب حقيقية. اليوم السلطات أو المهام الولائية المخولة للسلطة الشرعية بموجب الدستور اليمني وبموجب الاتفاقية الدولية لا تمارس. اليوم إدارة السجون على سبيل المثال من السلطات الولائية، إدارة المواني من السلطات الولائية، إلى غير ذلك. اليوم ما نشاهده كما ذكر الأخ هي أفعال احتلالية، لأنها
حقيقة هي تتم خارج مذكرة رئيس الجمهورية الاستنجادي بالتحالف العربي لهدفين اثنين. الهدف الأول هو صد العدوى جماعة الحوثي، والهدف الثاني هو استعادة الشرعية. اليوم نحن أمام أهداف أخرى بعيدة كل البعد عن هذه الأهداف، وبالتالي هي أهداف تعتبر ممارسات احتلالية تمس السيادة اليمنية بالدرجة الأولى، وبالتالي لا يمكن اليوم نتحدث عن السلطة الشرعية. اليوم السلطة الشرعية والقائمين بالذات بالدرجة الأساسية على المؤسسات الأمنية تحولوا إلى آلات أو أدوات لغسل هذه الجرائم. اليوم سمعنا تصريح في جنيف على هامش التقارير الدورية يتحدث نائب وزير الداخلية بأنه لا توجد سجون سرية في جنوب اليمن. ها لا أدري هذا الرجل أو هذه السلطة اليوم يعني ما هي وظيفتها الأساسية؟ هل هي اليوم تشرعن لهذه الأفعال؟ هل هذه السلطة الشرعية اليوم باعت نفسها لهذه الدول؟ لأنه مهمة السلطة الشرعية هي تحافظ عن كرامة المواطن. نعم. بالتالي اليوم هي أعتقد لو كنا في 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 إطار جو سليم هذه الحكومة الشرعية ستسقط من زمان، لكن نحن اليوم في إطار ظرف استثنائي، وأعتقد أن على الرئيس عبد الرب منصور هادي وعلى كافة الشرفاء في الحكومة الشرعية أن يعيدوا النظر، لأنه اليوم بدون إعادة النظر في هذه الحكومة، بدون إعادة النظر في مسيرتها، أعتقد بأن اليمن سيذهب نحو كارثة أكبر. وتقريبا تقرير لجنة الخبراء الأخير المتعلق بمجلس الأمن الذي تحدث عن ضمور ما نستطيع أن نقول يعني لدى الجيش الشرعي بسبب عدم استلام الرواتب وتمدد الميليشيات ولصالح قوى انقلابية سواء في الشمال أو في الجنوب، هذا يهدد حقيقة الحكومة اليمنية. وأنا أخشى أننا نصحى بعد عام واحد ولا نجد اليمن الحالي بشقي الحوثي والشرعي، وإنما سنجد يمنات متعددة بسبب هذا الفشل الذي الآن يراد له أن يستمر إلى ما لا نهاية. نعم، ابقى معي سيد توفيق. أعود إليك سيد عقدل. يعني يتساءل الكثير، يعني هل بالفعل الناس في العاصمة المؤقتة عدن، هذه العاصمة التي طردت الاحتلال البريطاني في مراحل سابقة، هل يعني سكان هذه المدينة يقبلون بالواقع الحاصل حاليا؟ سكان عدن لا يقبلون بذلك، ولكن سكان عدن سلط عليهم أناس قرويين أتوا من القرى بقوة السلاح جيوش مجيشة، فمن عارض كان مصيره المداهمات الليلية يأتوها المقنعين في آخر الليل دون مراعاة لحرمة البيت ولا العرض ولا العار. ومورست في عدن أبشع أنواع الجرائم التي لم تشهدها عدن منذ عقود، بل منذ يعني الأزل ما سمعنا عن هذه القصص في عدن أبدا، في انتهاك الحرمات والأعراض، انتشار المخدرات، السجون السرية، التعذيب، حتى الموت. أنا قبل أيام نشرت أسماء وصور موثقة لأشخاص ماتوا تحت التعذيب في السجون السرية. اليوم أنا نادي الوالد الأخشع، إن كان هؤلاء أحياء فأظهرهم، أنت تقول ليس هناك سجون سرية، أظهرهم للعالم، أظهرهم لأهلهم، اسمحوا لهم بالاتصال. نعم. وإن كانوا قد ماتوا في السجون السرية، فإن كان لك نوع من ذرة كرامة عند الإماراتيين فاطلب منهم أن يسلموا جثثهم. وذكرت جثة ناصر الشمجي الذي أعطوا جثته للكلاب لتأكلها، وأنا اليوم أتحداهم أمامكم أمام الملأ في علاقة، لكن ما الذي يمنع الحكومة عن فعل ذلك؟ أن يظهروا جثة ناصر الشمجي. إذا أظهروا جثة ناصر الشمجي فأنا أتعهد بعدم الكلام أو الكتابة بحرف واحد. نعم، لكن ما الذي يمنع الحكومة عن فعل ذلك؟ يعني عن أيضا السماح لهؤلاء المختطفين على الأقل أن يتواصلوا بأهاليهم أو يعرفوا شيء بشأنهم. فقد الشيء لا يعطيه الشرعية، لا تمتلك زمام أي أمر. الضباط الإماراتيين هم المشرفين على السجون، هم الذي بأيديهم الأسماء، هم الذين يقسمون الناس، هم الذين يوزعون الناس على السجون في عصاب في رأس عباس، في مطار الريان، في 22 مايو، في معسكر 7 أكتوبر في أبيان، في معسكر الجلاء. كل هذه المعسكرات لا تخضع للشرعية، ولا يستطيع الأخشع حتى أن يزورها فضلا عن يعني بر
الإمارات من هذه السجون السرية. نعم سيد عادل، هنا يعني قبل أن نختم معك رسالة أخيرة تود تقديمها للشرعية وعلى وجه التحديد أيضا وزارة حقوق الإنسان. أقول كل أحرار العالم أن ما يجري اليوم في جنوب اليمن يعني لا يرتضيه إنسان عاقل، لا مسلم ولا كافر ولا بر ولا فاجر، من انتهاكات لحقوق الإنسان، من تعذيب وحشي، من إخفاء قسري، من أطفال يتموا، من أمهات رملت، وأمهات أيضا يعني ثكلى لا تعلم مصير أولادها. اليوم يعني وصلتني من الحالات المرعبة الكثيرة جدا، ضائعين من عام 2016 من عام 2017 لا يدروا عن أبنائهم ولا عن إخوانهم أين مصيرهم، في سجون مخفية في عصب. هل يرضى العالم بهذا؟ العالم لم يرضى بسجن غوانتنامو، مع أن في غوانتنامو سمح لهم بالاتصال والتواصل مع أهلهم. اليوم الموجودين في سجن عصب أكثر من 40 شخص لا يسمح لهم بمجرد الاتصال، الموجودين في سجن الريان، الموجودين في سجن الضبة، الموجودين في سجن عصب، الموجودين في سجن عند، مئات المعتقلين أتحدى أي أحد أن ينكرهم موجودين موثقين بالاسم والصورة، ونحن نناشد كل أحرار العالم وكل المؤسسات والمنظمات الدولية ونحن على تواصل معهم في الضغط على دولة الإمارات في الكشف عن مصيرهم وتسليم الجثث التي ماتت. شكراً منها. شكرا جزيلا لك سيد عادل الحسني، قيادي سابق في المقاومة الشعبية. أعود إليك سيد توفيق. يعني سيد توفيق، قد يقول البعض أن منظمة سام يعني مؤخرا صار جل تركيزها على جرائم الإمارات في المحافظات الجنوبية، ويعني هناك يعني قل التركيز في مسألة جرائم الميليشيات الحوثية في شمال اليمن. لا بالعكس، نحن حقيقة من يتابع تقارير منظمة سام خاصة الشهرية سيجد اهتمام واضح خاصة في جرائم القتل إلى غير ذلك. ونحن أصدرنا أيضا تقارير متعددة بما فيها التقارير المتعلقة بالاعتداء على الصحفيين، بالانتهاكات المتعددة على طالبات جامعة صنعاء، وحاليا لدينا تقرير يعد عن سجن الصالح في مدينة تعز، وكان لدينا تقرير الأرض المنسية للعام 2018 تحدث عن نسبة 70% من الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي. لكن الذي نشاهده الآن أنه في ما يحدث في الشمال اليوم، هنالك في الشمال في وضوح، بمعنى حتى في مشاورات ستوكهولم المتعلقة بالمعتقلين هنالك طرف يدافع عن المعتقلين الموجودين في سجون ميليشية الحوثي، لكن الذي يحدث في الجنوب أن هؤلاء المعتقلين في الجنوب أصبحوا بلا حماية. يعني اليوم رابطة الأمهات المعتقلين في عدن تخرج يوميا أمام مكتب وزارة أمام وزير الداخلية تطالب بمعرفة مصير أبنائهن دون أن يشملهم اتفاقية ستوكهولم، بمعنى اليوم لو تم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم خرج المعتقلون في سجون ميليشية الحوثي وخرج من معتقلين ميليشية الحوثي في سجون الحكومة الشرعية، ستبقى مشكلة في الجنوب. هذا أمر. الأمر الثاني إلى أن الجنوب كل يوم نكتشف انتهاكات جديدة، بمعنى عملية التصفيات، سجين جديدة، يضطرنا أن نتعامل مع هذه المواقف. لكن ما يحدث في صنعاء نحن مستمر، كنا قبل تقريبا نصف شهر أو أقل أصدرنا بيان واضح فيما يتعلق بالتهديد مصادرة بيت السياسي محمد قحطان، وأصدرنا بيان واضح في هذا الأمر ووزعنا على كافة وكالة الأنباء والمنظمات الحقوقية في هذا الجانب. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي على هذا الإيضاح، ومشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معنا سيد عادل الحسني القيادي السابق في المقاومة الشعبية، كان معنا من كوالالمبور، والشكر أيضا للسيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كان معنا من فيينا. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله.